ويعاود لاشين اللي عندي ربي عالم بها. الطريقه المليحه اللي بديت ندخل فيها شويه هكذا بديت نسجم وبديت نافونسي. الانسان كي يجيبو يتعمر ومخو يبدا يخدم يقدر يحقق مشاريع اللي هو. السلام عليكم ورحمه الله. هنا رانا في باب الواد. السيد هذا لا نصور فيه نورمالمون شفاهو عليه. هو بارمي اول واحد اللي جات معايا في الحصه والحلقه تاعو دارت حاله. يعني دارت ان بوز كبير. حكايه تاع لو بوني العمى. هذيك الحكايه. السيد من قوه اللي دارت الحكايه تاعو ان بوز الله يبارك. هذا راكم تشوفوه او خدام هنا في باب الواد يبا عيطوا له الجزيره وجاز معاهم سقاو له وكرموا له. واذا به في هذيك الحكايه في باب الواد غلقوا له البلاصه. هذه كانت توكل الخبز بزاف دي جانا هنايا وسلكت بزاف لي فامي. سؤال مطروح، علاش غلقوا له بدون سبب هكا؟ ما على بالناش اس كاين سبب ولا ما كاش. اذا كاين سبب اللي بالك هنا هاد لي ماشين هادوما فيهم معطبين ولا مكسرين ولا اللي شكلوا كيما نقولوا حنا اي شكلوا خاطر للناس ماذا بينا يتغلقوا وي. مي اما اذا شغل اغلق باسكو غلق هكذاك برك هنا تولي حقره والحقره ما يحبهاني ربي يلعن. تاع باب الواد هنايا راك قلب العاصمه قلب الجزائر. هذوما الشباب هذوما كاعيتك جبدتهم وقعدنا هنا وليت اكزومبل انا للناس بلي شوف نروحوا قدامين ونحوتوا وتوقع شغل تقلبت. الناس راهي حايره ولو قدامين هم حايرين. انا قاعدين نطمن روحنا هنا وقاعدين كل يوم نستناو فهاد الاداره هذه. هذا الشباب تكلم بزاف عندك هنا كيخدم هنا اخ تشوف اخ شافوهم يا اخي يا اخي راهم داروا لي زيميسيون عليهم. انا واش شفت مدوا لي اكزومبل عليكم في القنوات. عندي واحد نوفو ماري كان ب 10 سنين حبس خرج راه نوفو ماري وراه خدام. دوك كل يوم من الصباح ربي يجي لي يقول لي واش رضا نجبد 50 الف نقول له هاك لاسيونس اني خريت انا وتمشي. انا وليت بالدين داروا لي لا كلاس داروا لي ايشيونسي. انا باسكو طمعت انا باسكو انا ماهوش يقولوا لي ما نمدولكش. انا كل سمعنا يقولوا لي اصبر السمانه الجايه كل سمانه لحد روح الواحد باثنين راه بثلاثه ما حبسش لاسيونس تاع خدامين راهي بالكريد. ابيو كيما راك تشوف عباك هنا هنايا الشعب الزوالي هنا 5000 تيكي. هنا حي شعبي هنا رانا في كيطاني الناس تهبط لنا ابي ما عندوش طونوبيل يهبط لهنا 5000 يلعب وليدو. عباك دوك خلاصوا الاختبارات جاو لي فاكونس الناس برومت ولادهم عباك واش هم يبكوا هنا دراري عند الباب. هذوك شهم يبكوا والديه يقولوا لي رجعنا نبانوا له كذاب. واحد ما يقدرش انسان بسيط المعيشه غلات ومع رمضان ورمضان دوك انا مانيش فاهم دوك رمضان السهرات اللي مول فين هنايا يحيو نحيو السهرات وهنا عباك اللي ماناش تعرف فيه لي فامي فيه دواوي فيه لومبيونس فيه غدا راح كلش. لي كوميرسون دوك نديك لهم واحد بواحد يحبوا يحبسوا يحبوا يروحوا لهم كارين هنا قال لك بلاصه ماتت بلاصه هنا بلا ماناش. السبب علاش انا نمد لك 20 مليون في الشهر انا عندي لاسيونس تاع خدامين عندي لاسيونس اون كا داكسيدون ماتريال تاعي جديد ما علاه عطوني حاجه علاش تسمى بعد ما كنت اكزومبل دوك هذا هو الاكزومبل اللي لازم نمدوه للناس هذا يشوفوا بلي مستحيل تنجح في بلادنا. هذا هو المشكل الكبير. السيد هذا يعني كان يهضر جاز في قنوات كامل جاز في الجزيره جاز في ديشان بزاف علاه مدوا به الاكزومبل على البلاصه هذه اللي بدا بها حكايه تاعو مع لو بوني. انا كنت في المؤسسه اخويا هو اللي خدمني انا الساسي هذا عندي 6 شهور زواج يا اخو هو اللي خدمني. وين تروح يقول لك كوارتك مسخين يا اخو ما كاش اللي يخدمك. انا خدام هنا انا حابسين سيدنا رمضان الحق واحد ما كاش خدمه دوك رانا حابسين. وحنا يا حي الباب الواد حي كارتي كيطاني حنا الروجي جمال حنا نخدموا كاع عند السيد الساسي وجي سيدنا رمضان ما كاش مدخول ما كاش حنا ونينا نحجموا ونقولوا له الساسي عطينا الدرهم باش نقديو ما كاش مدخول هو ما عندوش مدخول كاش يحملنا كي هنا كي هذا كي هذا. انا
رانا في ازمه انا في الدراري وهذا راهو نوفو ماري وهذا اللي داو يخدم وهذا كاش غالب راه مو نخدموا يا اخو الفرق ما كاش بس سقاو ما سقاو الناس بربي يا اخو حلو لنا نخدموا جا رمضان يا اخو نذكروا على ربي مسكين خدام عندي ما خدام مسكين هو غالب حالاتك مغلوقه نوم ما دبينا نحلوا لي فامي الدراري واحد خبزه ما عندوش مع الملائكه حنايا وحنا هاد المير هدايا اونكور وليد حومتنا ضربو مو يحيى لنا البيبان ضربو مو كيط المتاقه ديالو شوف كي طاني بصح اسك هو اللي غلق لكم هو المير هو اللي هو اللي هو اللي صعب لنا الامور كيف صعب نورمالمون مير ما يصعبش صح نورمالمون هو مو تحل البيبان خو افتح الناس ربي يفتح عليك غلقت عليا غلقت على هذا غلقت على هذا شوف انت كيش حدوز رمضان كيش حنجوزو رمضان انا مع المير نتمشى فيه في حاجه وحده برك اونكاو اذا كانوا هنايا عفايس مخسرين ولا دي ماشين فيهم عطب اللي تشكل خطر الاولاد صغار وكذا هنا راني معاه مي اوكا ما كاش هنا حاجه واحده اخرى هنا اللي تخليني نسقسي ساسي روح تشوف ساسي خويا ساسي حبيت نسقسيك اسك طالبوا لك بالورقه هنايا الا كيما نقولوا عندك دي ماشين مقصرين ولا عفسه هكا لا الجو فيلي فيا وماتريال تشوف فيه ماتريال طلياني بالعكس ماتريال ولا بيتاع بابور هذا ما عندوش عام لا هنا 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 يعني ما كاش حاجه ما عندنا كاش مره صارت اكسيدون ولا جامي شوف نقول حاجه فكرت 2007 وانا هنا جامي تنجرح تخبش من هنا كان الماتريال عند عمي رشيد كل شهر هاملك الناس كاع شاهده عمي رشيد كل شهر هو يجي في الفيلم كان يصير اون كان وين صرا اكسيدون دو مون دوال هذا السلام عليكم مرحبا بك يا اخو عندنا يا العزيز انا واش حنقول لك يا اخو حنا دورتنا كارين هنا في تيطاني يا اخو فهمت كارين في تيطاني وكارين يا اخو كما حنا نقولوا ساحه عموميه يا اخو فهمني فيها اماناش فيها بحر يا اخو يا دورت حنا كارين يا اخو كارين وكاين خدامين يا اخو الخدام لازم تخلصوا يا اخو باش يخدم لك لازم تخلص الخدام خويا وهاد هاد الحانوت فيه ثلاث خدامين يا اخو هاد الحانوت اللي من ورانا فيه زوج خدامين الماناج او بالقليل فيه غريب 30 خدام يا اخو درت الماناج مغلوق عاد فاهم يا اخو هاد الحومه تموت هاد الحومه تمشي بماناج يا اخو كيطاني معروفه بماناج وانت الخدمه هنا شغل ميته شويه ما عنديش ندب عليك يا اخو انا كونطرا قعدت لي شهرين ماش حنعاود كونطرا يا اخو باش حنخدم يا اخو يعني الماناج كان معمر يا خويا شوف كان الماناج كانوا يجوا ناس براويه كانوا يجوا باساجيه بزاف كنا نخدموا الماناج يخدم حنا نخدموا حوايج نخدموا راك فاهمني درت ما كاش خويا ملي غلق الماناج اقسم بالله ما الخدام ما كاش باش يخلص يا اخو رمضان صاره ما كاش ماناج فوالا باش نديروا العزيز وما باش يشوفوا الحانوت تاعك بلي انت صح مضريت فوالا هاو الحانوت تاعو وهاو الماناج يعني هما تساعدهم كي راك غالق وراي الحاله هكايا وراهي مبروكيه تساعدهم هكذا اصبر لحد 2 4 4 وراهي شهور وتجوز الخميس وجاي سوفيان هذا هو البلوكاج انا فور مو بلوكاج شوف لو كان عندك حاجه فيها خطر انا واحد نكون كونطرا عليك ما كاش انا نكون لقى حاجه يجي لي ان كونطرا وري لي عفسه نسقمها انا نتعلم انا عندك ريلاسيون مليحه مع لا بوليس عندي ريلاسيون مليحه مع لا بوليس ولا بوليس شهدوا لرئيس البلديه قالوا له قضانا على السرقه هنا انا ما كاش سرقه دوكا ماشي يسرقوا ونجي نقولوا انا يا ولي سرق ولا مانيش عارف ولا ما كاش يا ولي خالصين 2019 2020 2021 صح عامل كاع خالصين ثم ريغلو صح صح هادو ليسيرونس هادو شو هادي اسيرونس اون كاد اكسيدون تموت 2022 هايليك اون كاوني صرا عندي اكسيدون اني موصل للعباد هايليك نمبر 2 بلاص دو مانيس 70 صح 70 انسان هادو شنو هادو ليسيرونس ديالي وهنا يا هامليك كاع انا لا دوموند هادي درتها لرئيس البلديه باسكو نسال شهر درت له دوموند بلي نسال شهر باسكو على جال الكوفيد 19 اللي عاودوا غلقوا لنا التعليمات تاع يعني الحكومه هي اللي كانت غلقت لنا ورئيس الحكومه رئيس الجمهوريه طلب باش يعوضوا لنا كنت مخلص 20 مليون الرئيس قال يعوضوه ما عوضولك ما عوضوليش انا مخلصهم في شهر ب 20 مليون غلقوا لي فيه هاي شفتينا في لوبلا باسكو هذيك كان رئيس البلديه كان قال بلي وقيل هذا التيران تاع لوبلا انا على كل حال جامي سمعت الاداره تقول وقيل انا الاداره نعرفها تهضر بالوثائق هذا واش تعلمت من الاداره قال لك وقيله تاع لوبرا مازال ما قادش نمد لك حتى نكونفيرمي انا رحت شفت في لوبرا لوبرا قال لك يا ريت نو كان جات تاعنا وندخلوا بكم تاع 20 مليون في الشهر
معليش انا الحاجه اللي تهمني ان شاء الله ما بالبلديه عندها حق الرد فهمني والناس عندها حق الرد ماذا بيا نهضروا مع البلديه ما نهضروش مع كاش انترميديير احنا نخدموا بصفه قانونيه واذا عندهم حق الرد بسم الله ومازال ان شاء الله عندنا امورات ان شاء الله نشوفوهم ثاني هنا في باب الواد ونهضروا وشفت بلي انت ما تحبش البيروقراطيه وما تحبش هذا التعطال وراك مع الشباب وهنا شباب تاع باب الواد انا مانيش فاهم ولا ماشي بالعاني ولا بالعاني واش راهم يديروا هنا في ساحه ماذا بيا سيد الرئيس توقف معنا وخاصه بعد ما راح ندوز باسكو نهار راح نلحق الميساج تاعي نهار راح يزيد صرافية على حساب الهضره تاعهم راح يزيد صرافية اللي ما ناش نتوقعوا فيه انا ماذا بيا ان شاء الله تحمينا سيد الرئيس وراك شفت انني كنت ليكزوم تاع شباب دوك صافي ليكزوم هذا دار عند الشباب هم يشوفوا فيا شغل انا دوكا تما من كانوا يشوفوا بلي قادر تعاود تخدم وتبني روحك وتدير مؤسسه وتجبد روحك من الانحراف دوكا ولاو يشوفوا بلي انا دوكا همي انا راني حاصل فيه وسيد الرئيس هنا من باب الوادي تبعوني بزاف وراحوا قالوا لي بلي في المؤسسات العقابيه راهم تقدروا تاكدوا هذا المؤسسات العقابيه راهم يوراهم الحصص ديالي باش يديروا بيا عبره للشباب هذه في الحبس راهم يديروا الحصص تاعهم راهم يديروا هذه قالوا لي الحومه نشوفوك في الحبس دوزان تاعك يعني راهم جمد ما تخدمش راهم جمد ويهددوا فيا انه نزيد كان زيد تحوس تفهم انا نحوهولك ونحيولي وين نديرو هذا الماتيريال هذا جبتو حاجه بحاجه يعني دوكا وين نديرو في البالكون يعني تعطاك ما تاع مصيبه رانا في مصيبه ما غلقوا لي ما خلوني نفهم روحي واش راح ندير خلوني نتخبط مع روحي في اي لحظه انا نخمم بالك كاش ما يصرالي بالك انا انسان مريض سكر بالك كاش ما يصرالي في اي لحظه راني في واحد الدهشه واحد الحيره